من القدس تنضم إلينا مراسلتنا كريستين ريناوي. كريستين، أهلا بك. بداية ضعينا في تفاصيل المواجهات اليوم وأيضا الاستعدادات جيش الاحتلال، ودفع الشرطة ب5000 عنصر للعمل في القدس المحتلة والضفة الغربية استعدادا للأعياد اليهودية. سونيا وحمد، نحن موجودون في باب العمود، مركز مدينة القدس، الذي عادة ما يشهد اشتباكات أو مواجهات أو أحداث عندما يكون هنالك أوضاع متوترة. عمليا تم الدفع بآلاف من عناصر الشرطة والقوات الخاصة التي تتجول، تكون قوات خاصة راجلة وأيضا خيالة، تنتشر في البلدة القديمة تحديدا في محيط المسجد الأقصى وحائط البراق تزامنا مع الأعياد اليهودية. نحن اليوم عشية العيد، يوم غد السبت يكون رأس السنة العبرية ويستمر طيلة أيضا يوم الأحد، لذلك هنالك نشر ما لا يقل عن 5000 عنصر وفق موقع صحيفة يدعود أحرنوت في إطار الاستعدادات الإسرائيلية لهذا العيد الذي هو أول عيد ضمن موسم أعياد سوف يستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. عمليا هنالك استنفار للقوات، هنالك تفتيش للشبان تحديدا عند بوابات المسجد الأقصى الذين يجلسون على درجات باب العمود. أيضا قبل قليل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه قصف موقعا تابعا، زعم أنه تابع لحركة حماس بعد المظاهرات التي شهدها موقع السياج الحدودي ومشاركة المئات من الغزيين في إطار الاحتجاج على سياسة وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى وأيضا استمرار حصار غزة. أعلن المتحدث بأنه قصف من الجو نقطة تابعة لحماس في الضفة، أيضا على غرار التوتر على الحدود، على غرار التوتر في القدس بفعل الأعياد، أيضا في الضفة قمع الاحتلال الإسرائيلي التظاهرات الأسبوعية التي تخرج أسبوعيا رفضا للاستيطان وأيضا لإجراءات الاحتلال. كان هنالك عشرات الإصابات بالاختناق وأيضا عدد من الإصابات برصاص المعدن المغلف بالمطاط تحديدا في قريوت في نابلس وأيضا في كفر قدوم في قلقيلية وأيضا في شرقي القدس في بلدة أبو ديس. هناك توجهت قوات الاحتلال لاعتقال 5 شبان، هذا أدى إلى اندلاع مواجهات. إذن تحركات قوات الاحتلال، الانتشار المكثف لهذه القوات، أيضا الترقب في مدينة القدس ونحو يوم الأحد يوم السبت يمنع المستوطنون من اقتحام المسجد الأقصى وسوف يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى لمناسبة رأس السنة العبرية يوم الأحد، وهذا قد ينجم عنه فرض قيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى لصالح تأمين وتسهيل اقتحامات المستوطنين، وبالتالي هذه الاقتحامات الاستفزازية والقيود أيضا قد ينجم عنها تصعيد آخر ميداني ليس فقط يكون في القدس، قد يتطور ويمتد إلى معظم الأراضي الفلسطينية أو للضفة الغربية. تترقب الأوساط الأمنية في إسرائيل حدوث عمليات، تدعي أن هنالك تحذيرات من أجل تنفيذ عمليات، وهذا اليوم ادعت السلطات الإسرائيلية بأنها أحبطت عملية تشتبه في أنها عملية أمنية عندما وقع انفجار في صباح باكر هذا اليوم في حديقة في تل أبيب واعتقلت شابين من العزرية بزعم أن أحدهما ربط نفسه بهذا الحدث الذي قد يكون هو حدث أمني، وتدعي إسرائيل بأنها أحبطت عملية في تل أبيب عشية الأعياد. بالتالي التوتر قد بدأ في القدس، يوم غد عيد رأس السنة العبرية، الأعياد تمتد حتى الأسبوع الأول من أكتوبر، وخلال هذه الأعياد يقحم الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في أعياده ويقتحم المستوطنون المسجد، وتسمية اليهودية سونيا وحامد للمسجد الأقصى جبل الهيكل، تتم الإجراءات على الأرض، تهيئ على الأرض من أجل تسهيل الاقتحامات، في المقابل إبعاد للمصلين 18 مقدسيا على الأقل أبعدوا عن المسجد الأقصى، نفذت حملة اعتقالات احترازية، كل هذا من أجل تفريغ الأقصى لصالح الاقتحامات التي سوف تستأنف يوم الأحد، والاقتحامات هي يومية ما عدا الجمعة والسبت ولكن تكثف في مثل هذه المواسم، المناسبات الدينية والسياسية للاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي، كنت معنا من القدس.